متابعينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مجالس مفتوحه في مدينه حائل، الله يحييكم وتابعونا في هذا اللقاء الجميل في احد مجالس الكرم واهل العلوم الطيبه اللي كل يوم احد العصر الى تالي الليل عندها اجتماع، يجتمعون عندها الرب ويجتمعون عندها النشام واهل الحديث والرواه والمشايخ في مجلس حقيقه نفتخر به. لاخينا الله يطول عمره النشمي صلفيد الغيثي الله يطول عمره، نقول ناخذ معها الكلمات مهما تكلمنا عن الكرم وطيب حائل، لكن نبي ناخذ اللقاء الاول مع صاحب المحل ابو يحيى. هلا ابو يحيى. يا هلا بك، الله يمسيك بالخير. هلا مسا النور. كلمنا عن شبتك الله يطول عمرك. الله شبتي الله يحييك مع عمرها اللي انت ورجال الغانمه، والله يحييكم هذا محلكم. كل يوم احد؟ اي والله ان شاء الله كل احد العصر. ما شاء الله. اي والله. كم صار لك عليها الله يطول عمرك؟ والله الحمد لله توه ما لها سنين، توه مبتدي انا. اي والله كل رجال غانم قبلنا. اي والله. محلك وين الله يطول عمرك؟ حي الوادي حايل. حي الوادي بحايل. طيب الربع يجونك ما شاء الله من يعني من جميع الاحياء من خارج حايل. الحمد لله هذا فضل الله. الحمد لله الله يحييهم الجميع. المحل محلهم. طول عمره. ممكن تسمح لنا بناخذ لقاءات مع بعض الربع الموجودين؟ ابد، هذولهم واحد واحد. اي نعم. والله متشرف بعد بجيد وبجيد اغاني. الله يطول عمرك. مع اول كلنا عرفنا على اسمه. ما عليه. ما اقدر. عبد الكريم عبد الرحمن الغيثي. ونعم. عليك السلام. بجيب ابيات قصيده عاد. قول الملك لسليمان والصبر لايوب والموت حق وما وراه محجوبي الصادق محمد ولا فيه عذروب وانت وانا باعمال ان الله يتوب يا الله يا جيتك وانا كلي ذنوب لا جاهل بذنبي ولا بمغصوبي اتوب وارجع للخطا ثم اتوب يا كثر زلاتي وما اكثر عيوبي اطيع نفسي نوب وخالفه نوب ومجاهد الله غالب ومغلوبي لا مطول اللحية ولا قاصر الثوب ومقصر يا رب تغفر ذنوبي لولا رجاي الرحمتك مالي بنوب شف على الضحته ولا هي بصوبي ولاني مع هذا ولا ذاك محسوب والحال يمشي يا تساوت دروبي لو ضدت ما تني بضايد ومغلوب ضيدي بنفسي والعرب ما دروبي لم جامل حي ولا سلوبي اسلوب طراد وش قال وشلي حتوبي لو طحت ما تني بطايح ومنكوب ولا يفرح اللي ودهم يشمتوبي مؤمن وما جاني من الله مكتوب ولا بدل طبعي وغير الثوب سلامات. صح يعطيك العافيه. مجبر الغازي غيثي معلم متقاعد، نحييكم مجلس ابن اخي نشمي نشمي الصلفيت الله يحيي الجميع. المحامي خالد سالم الغيثي احييكم الجميع بمجلس خالي وتشرف بخالي الحقيقه، خالي يرفع الراس وعلومه طيبه وتجيه رجال من جميع القبائل الحمد لله يشرفنا وحنا نجي على ما قال مقابلته ومقابله هالوجيه الطيبه، وهذا ما هو قصرا عليه كله على ما قال كل الرجال الطيبين مثله وامثاله، وحنا والله على ما قال نجي مع الجماعه لا لنا على ما قال مع على ما قال، لكننا نحب الطيبين ونحب على ما قال وجيه الطيبه ونتشرف باللي تعرف عليه منهم. نبيك تكلمنا عن فضل المجالس الاجتماعات الشبات هذه وش والله المجالس المجالس هذه يعني انتم تعرفون ان مرينا على فترة اللي هي كورونا وصار يعني تقطعت الناس وقبله انشغلت الناس وصار فيه على ما قال شبه يعني ما نقول قطيعة لكن نقول انه فيه يعني انشغال صار فيه انشغال بين الناس وصار كذا، ولكن الحمد لله بعد ما راحت هالجائحة والحمد لله بدأت الناس تشب وبدأت الناس تواصل، اللي له رحم يواصل واللي له صديق يزوره واللي له على ما قال واللي يبي الحوات الغانمة والطيبين يلقاهم، هذا عاد ما قلته، ولكن عندي بيتين على ما قال
صار لي ظرف من الظروف أنا، وصار عندي لي مشكلة بالجامعة، طالب عندي صار معه مرض وقت كورونا وأبي أجل الترم له وما قدرت أروح وأجي الجامعة يقول عن طريق المنصة، أجي مثلا يمين يسار البوابة ما يدخلونا، فانحرقت الولد بغى يموت عندي وأبي أجله ويحسب عليه ساعات. فلقيت لي واحد من الأسلم معروفين الأسلم بالطيب وبالفزعة، فأقول الأسلمي يقول الأسلمي شيخ مواريث شيخان، ما هو من اللي لنا خيته توانا، الأسلمي رجل الحمية بليهان، طير السعد صيده جزيل اسمانا، ما قال رح لفلان وفلان وفلان، يقول رح وارتاح يلي نخانا، عز الطلب لاقيت ضايق وبلشان، كنه طبيب وصار عنده دوانا، يوسف خلف يا الأسلمي يا بن جردان، يا ابن الغريري وعسى ما تهانا، قدك عدي الحاتمي طير حوران، نرفع الكلب البيضة على روسبانا. سلامتكم. هذا ما حبيت أشارك، والجميع بهم البركة. حياكم الله مجلس أبو يحيى نشمي بن صلفيج الغيثي. أنا عندي أبيات بأبو يحيى يوم حل مناسبتها، فأقول يلا مشينا لبن صلفيج نشمي عساي أكثر أجناسه في مجلس حالتي ما الضيق معروف، إن يلا مشينا لبن صلفيج نشمي عسى أكثر أجناسه في مجلس حالتي ما الضيق معروف، إن العز من ساسه من أخوان سلمى عسى ما يعيق، قال لي قدح طيب من راسه ببيات شعر عليه تليق من شاعر صاغ هجاسه، يلا عسى فالها التوفيق مداوي الراس وعماسه. سلامة صحة أبدان. حياك الله ملفي حماد الغيثي. نشكر الأخ نشمي الصلفيت ورجال الطيبين اللي مثله، وألف شكر لك يا أخو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر نشمي الصلفيت على الشابة، والله يوفقه إن شاء الله ويسعده. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد مبارك شحيفان الأسلمي. نشكر أخونا أبو يحيى على هذا المجلس الطيب، الله يبارك به إن شاء الله ويقويه ويزيد من فضله يا رب. عبد الرحمن سعدي الغيثي، ما عليك سعودي، ما أقول إني شاعر لكن أقول محب للشعر. وأبو عبد الله الله يطول عمره كله خير وبركة اليوم، وأبو يحيى راعي شبة عامرة، فاليوم أبو عبد الله وأبو يحيى الله يطول عمارهم يغنيهم والحاضرين. يقول الحضيض اللي مع الأجواد مذكور بخير، يكثر التنعام يا من حل له ذكر وطراه، والمقرد لا بلان الله بمثله، والمصير ما يشنى واحد إلا وهو راعي شناه، البنادم راس ماله سمعة فيها يسير، انبناه بفعلها الزادي وما يبدي نباه، والمحبة ما تباع وتنشر بل يصير، أهل الأرض شهود لله جل في عالي سماه، يا مدور من يودك خل في ذاتك ضمير، الضمير الحي يعطي صاحبه معنى الحياة، كم ميت بالعرب طاريه بالطيبه يسير، وكم حي مات ذكره من قبل يوم الوفاه، الحضيض اللي مع الأجواد مذكور بخير، والمقرد لأهل فيهم بلا ذكر طراه. سلامتك. معكم نايف الحمود السرهيد الأسلمي، احنا مجلس أبو يحيى نشمي الصلفيق الله يزيد إن شاء الله من فضله، فاتحه من العصر وكل يوم وحنا عنده، صلى الله يزيده إن شاء الله. ساكم الله بالخير الجميع، والله احنا مجلس أبو يحيى جزاه الله خير، نضيف رجال كل يوم أحد
انا عندي انت قهوه الله يغنيه ويستر خيره خير عوض ابو شيحه. مساكم الله بالخير جميعا. انا مناور بن فلاح الاسلمي مجلس بويحه دايم عامر والله بهالرجال ودايم عادته الطيب والكرم دايم جامعنا رجال واليوم تشرفنا بزيارته يسلم عسى عمره طويل ان شاء الله عسى شبوته دايم ان شاء الله الله يغنيه ويقويه. ما عندنا شيء نقوله. هذا طال عمرك مناور راضي الشمري. احنا طال عمرك نجي عند ابو يحيى الله يستر خيره ويعرفنا على هالوجيه. كل اكثر الطيبين تعرفنا عليهم عن طريق ابو يحيى والله يستر خيره ويطول بعمره. هذا اللي عندي وشكرا لك. الشاب ابو مغير بن قدور. والله احنا عندنا شبوت من مرحمة ابوي قبلي الله يرحمه. اي والله وارد يا موارد. وانا والله لا رحت لا شغل ولا شيء على هاد لا لا حياتي انا 64 عمري ما شاء الله. الله يمتك بالصحة والعافية. ايوه ولا انا شاعر اضرب لي بيت بيتين ما اي عطنا اللي عندك. لا ما عندي ما يشوني اي والله ما يشوني. انت ظهورك طيب. احنا لا عندي شيء والله. احنا مجلس ابو يحيى كلمة له الله يطول عمره. لابو يحيى كلمة احنا مجتمعين عنده الله يطول عمره. نعم والله ابو يحيى عامر بيته بوجوده ان شاء الله يطول ويشرف والله. اي والله ويتشرفوا احنا. اي والله كلنا ان شاء الله ويعلى ان شاء الله اللي مثله يكثرون. اي والله ولا زلنا حنا في هاللقاءات الجميله الممتعه من شعراء وادباء وما شاء الله من اخوان لنا. طول عمرك ان شاء الله نمرك لنا يوم نبي نمرك ان شاء الله. لا باسرع وقت ان شاء الله. كل يوم احد قبل الصلاه الصبح عمل قهوه ويقول الله يقهر ونعم بك ونعم كل يوم احد ونعم ونعم بالشهر. لازم نستمتع. يطول عمرك البعيد والقريب. يطول عمرك كلهم بالصدر وان شاء الله نجيك وناخذ معك. لازلنا مع الشعراء وموجودين شعراء نخبر من الشعراء ونبي بعد نرجع شعراء وناخذ معهم. الله يحييكم الله ما ادري وش يجيب لكن يقول الله اللي منه نوى الخير جابه واللي نوالك طيحه مالك مثيب لا عايش بغابها ولا هي انهابه رزقني سوقه عالم السر والغيب حتى الوجيه اللي بعينك تشابه ما تعرفه يكود وقت المواجيب فالطعن تلي من بعيد وصابه تنزف لها مده وتلتم والطيب والطعن تلي لك تجي من قرابه من تم توقعها على المذبحه تصيب بعض البشر لو هو ضحك لك بنابه يبتي مع الراعي وياكل مع الذيب قولت هلا يا الطيب ومرحبا به ما تكفي الحاجه ولا بها مكاسيب فاللي حضوره مستوي مع غيابه الحاضر اللي لا يودي ولا يجيب اللي ما جابه يوم باول شبابه ما هو بجايب شيء يوم غدا شيب فلا تدبل لتبدي ولا هي اطلابه لقفيت ما اسمع لو تنادي ولا جيب لاني طردت لتأذب الحد بابه وقفيت مالي في دياره مع زي. سلامتك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذه انا الصديق على ما قال الصداقه والصداقه والرجال الطيبين يقول رجلا على صاف المحبة يماشيك رجلا على صاف المحبة يماشيك على صريح الود ماله مقاصيد لو جاه من ينوي بكسو باغيك فيك الثقة ما زعزعت شبر نوقيد على الوفا والطيب دايم خاويك لو كثر الحساد فيك التناديد ورجلا بعض وقته يغثك ويوذيك وعند اللوازم ما يدور الملابيد لاحتقت له تلقاه لو هو معاديك. حياك الله حياك الله يا هلا. ورجل بعض وقته يغثك ويوذيك وعند اللوازم ما يدور الملابيد
لا احتجت له تلقاه لو هو معاديك كنا حد اخوانك رضيع من الديد ورجل محايد لا لهذه ولا ذيك دايم بحاله لا يضرك ولا يفيد ورجل على قدر المصالح يداريك يوم صديق ويوم ياخذ تصاديق. سلامتكم. حياكم الله. انا عندي نصيحة. يقول عندي نصيحة ببديها الكل غالي يعمل فيها صلاتك لا تخليها واحفظ حقوق الجماعة. والوالدين بر فيهم حق علينا نجيهم بتشن وما نوذيهم لهم منا سمعوا طاعة واحفظ حقوق الصداقة وكلامك خله لباقة مالك ومال الطفاقة وخلك راضي وبقناعة دايم امر الله مقدر مكتوب بلوح ومصدر والله لو تسخر وتكدر لابد تعيش متاعة وخلك نزيه المبادي ولا يهمك شخص معادي وبالشر لا تسير البادي خلك حذر بكل ساعة واللي يجدل علومه ودايم يسبسب بقومه يلا عسى يعجل يومه لأنه سواته لذاعة عليك برجل طليقي شروها الجيه عليك برجل طليقي بش يدايد لك صديقي دايم حولك ما تضيقي وعلومه كله شجاعة والضيفك واجب تحيي هلا بك يا بعد حيي حتى لو ما تجد شي ترحيبك أحسن بضاعة هذه نصيحة بقصيدة والعاقل علمه يصيده ويعده أكبر رصيدة واجب عليه استماع. سلامتك. صح بدانك يا حبيب. يقول مرضي الناس تسايد يا مدور رضاه غاية صعب تدركها لذاك اتركها الخلايق خلقها الله الكل هواه امزجه واختلاف افهام ما تدركه يلا هنك لتبلى الطيب بما بلاه واحد كل يوم راتب معركة ما يوجب عوين ولا يحش مقرباه دوم راعي حركه لكن بدون بركه النوايا مطايا في دروب الحياة بس شتان وين تنوخ بمبركه واحد به الدرهم عز جاه ووجاه واحد به ترثع ويهوي بشركه من زعل دون حاجة لا تدور رضاه خله يروح واجمل ساعة وبركة. متابعينا الأعزاء كان هذا اللقاء مجالس مفتوح في مدينة حائل عند أخينا نشمي هو على اسمه ويستاهل الاسم اسم على مسم هو أخينا نقول بارك الله لك في هالجمع المبروك والحضور وانت رجل وافي الله يطول عمرك حسن حظي والله اي والله اي والله ليش من هذا النشاب وهذا هذا كلهم راعي محل الله يطول حتى انت على راسه اي والله يطول عمرك احنا لنا الفخر ان كنت تسجينا بمجلسك المبروك ما شاء الله كان هذا اللقاء ب 13/3/1444 شكرا لكم متابعينا الاعزاء مجالس مفتوحة في مدينة حائل تسلم الله فهد بن عبد الله بن هزيم اتريباني الشمر ما عليكم زو أقول سلام مني على الويلان سلام ينزف من عروقه سلام من شمري شفقان الصفة الدحة وطروقه مدحة كماني ببلشان أفعالك ماهي مسبوقة ذي قار تشهد لك ملالان من غيبة الشمس لشروقه والشمري شايش وطربان من شانكم صاغ منطوقة في جيته كنها العطشان لشوفة الغيم وبروقه وعيال وايل كم البركان اليثار من ينطح حروقه وصلاة ربي عدد ما بان على النبي خير مخلوقه وسلامت صح بدانك يا حبيبي صح لسانك يا فهد عنزه منا وبنى خويا ونسب ولحم ودم ومن الروح والله ففهد يوم جاب الابيات اللي باع الخوارع عنزه انا عندي بيتين القيته كان بمناسبة عند حد رجال عنزه والله انا مضيعه هالحين لكن يقول الليلة فرحها هايل بحضوركم يهل المقامة الطايل الليل هل مستتم من نوره من نوركم هذا سناها هايل يلابت اللي ما مثيله لابه الله محييهم ذخاير وايل وكل القبائل عالي مقداره من ينكره عند درب عرفه مايل وكل القبائل كالسحاب الصيب خيره يعم اللي يبي
وخايل الوايلي طيب وطيب طيب طلز الحجاج الكل مجد نايل باب نبرهج مع دلال مليا والهيل تنهى من الجبال يهايل ونعمن بوايل كلها بتوايل هذه صيانيها مسمنها سايل أنا مدح الويلان وربعي شمر مجده قديم ولا يزيله زايل أنا مدح الويلان وربعي شمر وشمر ووايل همصطام العايل تشهد فيها في نجد تشهد بيده تشهد جباله يا نشدها السايل تشهد بنادقها وحد بسيوفه تشهد خيوله والنواها الصايل تشهد وقايعها بقوة باسه والدم يشهد يتنثر سايل تشهد دلاله والصياني مليا تشهد نجور يقصدها الحايل أهل المكارم والكرم والطيبة نفاد عمر الكبش هو الحايل شيخان نجد أهل الظفر والنخوة وأهل المفاخر وش يعد القايل شمر ووايل لابتي وحزامي في عزهم ذل الحقود الشايل اللي يصير للفتان فينا مدخل وتفرح عدانا بالعذاب الجايل وسلامتك. عبد الرحمن بن سعدي الغيثي.